السلام عليكم. رئيس حركة مجتمع السلم، شوفوا بعيد عينيا الحركة ثم السلم. المهم، قال هذا الرئيس بأن غياب مساحة كافية للديمقراطية في الجزائر هي سبب عدم ترشح من أراد تقليد مسؤولية رئاسة الدولة الجزائرية إلى الترشح. ونفهم من هذا التصريح لهذا الرئيس أنه لم يريد تفسير الديمقراطية كما تفسر، حتى لا يجلب عليه ويلات من سببه في غياب هذه الديمقراطية في الجزائر الجديدة، بمعنى أن البساط مبسوط أو مفروش لعهدة تبون الثانية إن لم يقع ما لا ينتظره الجزائريون. نتوسعوا باحترام خصوصيات هذه البلدان. إذا كانت البلدان الإفريقية، أنت آخر من يتكلم عن الاحترام يا وزة بنت بوعزة. المهم، لا يهمني كل ما قاله هذا الببغاء، سأتكلم فقط عما يتعلق بكلامه عن المغرب لأقول له يا وزة بنت بوعزة، المغرب هو الأول من فكر في مشروع الأنبوب النيجيري، ولستم أنتم فقط تنقلون وتترامون على كل مشاريع وأفكار المغرب. مشروع الأطلسي المغربي هو من المغرب هو من فكر في هذا المشروع يا مزور الحقائق، إخ من قوم لا يستحيون من أنفسهم. روحنا أو ديسك نصيب روحنا في عزلة اقتصادية، وهذا هو المبتغى اللي حابين يبنوه لنا بعض البلدان. نعطيك مثال، كي أعلننا على مشاريع ذات بعد إقليمي، مثلا أنبوب الغاز نيجيريا نيجيريا راهي واجدة في الأنبوب، والجزائر هي واجدة، يبقى المشكل في النيجر، بقات في النيجر، والجزائر أعلنت على استعدادها لأن يعني تمول الخط فيه 4100 كيلومتر، هكذا فيه 4100 كيلومتر وثلاث بلدان برك اللي فيه. ينوض الجار يحب يوهم الناس أنه يقدر يحقق حتى هو مشروع وهمي فيه 5500 كيلومتر ويكلف 35 مليار دولار، بينما المشروع تاع الجزائر فيه 12 مليار وحتى يمر على مناطق الخلفية ليست مستقلة مثلا الخلفية. هذا الببغاء حشر إسرائيل والإمارات في مشاريع المغرب. زاد ناض الجار واش يقول لهم أنا راح نفتح لكم طريق، يقول بلدان ساحل مالي والنيجر نفتح لكم طريق الأطلنطيك 7000 كيلومتر، يعني شيء وهمي. هذا بتواطؤ ينسير الإمارات وتواطؤ الصهيون. هذه كل أرد عليك يا وزة بنت بوعزة وأذكرك وأرجو أن تجعلها في مكان مخك الذي فر منك. إسرائيل أفضل منك ومن نظامك ومن أتباع نظامك، لأن إسرائيل لم يسبق لها أن أضرت المغرب في شيء. إسرائيل ليست هي من تمول وتسلح وتؤوي الإرهابيين فوق ترابها التي هي أصلا تراب مغربية. إسرائيل ليست هي من تحرض هؤلاء الإرهابيين ضد المغرب يا قوم تبع. إذن إسرائيل أفضل منكم ألف مرة يا جاحدين نكال خير. بقات في النيجر، قال لك أنتم لم تتركوا أي بلد إفريقي إلا وحاولتم زعزعة استقراره، لكنكم لم تفلحوا ولن تفلحوا أبدا لأنكم أغبياء. أذكرك يا كرغولي، أنا وصل مشروع طريق السيار المائي الجزائري الذي دفنتموه، فقط تكلمتم عنه لما رأيتموه في المغرب ولما سمعتم أن المغرب قد بدأ في مشروع طريق السيار المائي، ولكن ودائما وفي كل نشرة لا بد لأي صحفي أن يحشر المخدرات في نشرته، وإلا غير أن هذه المرة لم تنسب إلى المغرب على الأقل في الوقت الراهن. وإحباط محاولة تهريب 13,740 كبسولة في البلاد. واستعداد للعهدة الثانية، بشر هذا الصحفي الجزائريين بأن صادرت واستعدادا للعهدة الثانية بشر هذا الصحفي الجزائري بأن صادرات بلادهم سجلت أعلى نمو وتفوق صادرات الدول العربية بأكملها، ولا نعرف عن أي صادرات يتكلم. المهم، وفي مجلس الأمن تدعو القوى الضاربة بالتصدي لكل من يريد إسكات مجلس الأمن،
من هم هؤلاء؟ الله أعلم. ولم ينسى عطاف النائم دائما أن يتحدث عن القضايا العادلة في إفريقيا. أنتم وأنا نعرف ماذا يقصد هنا، لكن التجاهل والنخال له ولأمثاله. وكذلك طلب من الدول الأجنبية رفع يدها عن ليبيا، وكأنه هو الوصي الشرعي عنها. وهنا كان يتكلم عن الإمارات دون أن يقدر بالإشارة إليها، وعن رياضتهم الحزينة التي أوصلوها إلى نفق مسدود، وتركوا منتخباتهم يعيشون فقرا وحاجة، ولم يتبقى لهم إلا البكاء، رغم أنهم يتبجحون بأن صادراتهم تفوق صادرات الدول العربية. كلمة لا أعلم من على شهر، لا أعلم من على أسبوع، لا أعلم من على جزء. تتم كلمة هذا اللي كنا في وهران بعد الحادث، قلت لهم دمي الفنطر والفاس آلي عليا أمام الله، والله ونبيع قشي وخلصكم فيها. حواج واحد أخرى مش مسؤول عليه، بغيت تكملوا كملوا، بغيت تحبسوا حبس. إذن كان الرئيس واضحا قال لهم لفاس آلي نخلصكم يوم بيع قشي. كيفاش قال لهم؟ بل قالها لكم أنتم الذين لا هم لكم سوى رياضة المغرب ومسيرها، ونسيتم منتخباتكم وما يحتاجونه، وانشغلتم بما لا يعنيكم. والدليل على ذلك كلمة هذا الإنسان الذي قال لكم عيب والله عيب، سلفوا لعماه. ونكملها من عندي أنا، سلفوا لعماه وشوفوا شطرالك معاه. وهذا مثل شائع في المغرب العربي. والله عيب، سلفه ولعب معاه. احنا نتمشوا بالصداقات، عيب يا اخويا، احنا نحبس. ودفع كذلك ابن الشيخ الى قول احنا نبريكوليو. احنا نبريكوليو من بعد تقول لي واش صرا العام في اسرائيل، باسكو الناس راهي مقلقه في كل حاجه. واعود هنا الى كارثه الفتيات او المصارعه التيرانيه. فمنكم من اتهم الفتيات بعدم التربيه، ومنكم من قال بان مجتمعكم عنيف. أنتم من قالها ولسنا نحن، شهادة من شهودكم. بقر جنرال بين البنات، ماشي بين الذكور، بين البنات، لكن لا أملك الصور. هذا الأسبوع صور مؤسفة ومؤسفة جدا ستشاهدونها. خلينا نشاهد الصور ثم نشهر البطاقة الحمراء. الصور هذه تأسف كي تشوفها. المجتمع تاعنا اللي فيولون هاردوان ونتفاهموا. انا شفتها في الشارع، شفتها في الليسي، شفتها في الجامعات، تشوفها في المستشفيات وين البنات يضربوا، السيد يضربوا، الرجال يضربوا. دونك بالنسبه لي احنا مجتمع، شوف اللي يقول لك بالمجتمع تاعنا اللي ديفوني فيولون. فيولون ماشي غير في الستاد، بارتو راهي لا فيولون، في الستاد ولا في البيت. وفي الأخير أقول لكم، ها أنتم برهنتم مرة أخرى على عنفكم وغبائكم وحقارتكم في فرنسا، حيث منعت مظاهرة كنتم على صدد تنظيمها ومنعتها لكم باريس، وقام سفيركم السفيه بتحريض أبناء الحرك ليشتموا المغرب كعادتهم السيئة، لكن والله لن تفلحوا أبدا. واعلموا أن العالم كله يعرفكم جيدا أكثر مما تعرفون أنتم أنفسكم. والويل لكل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. صدق الله العظيم. زاد ناض الجار واش يقول؟ يقول لهم انا راح نفتح لكم طريق. ناض راح تقعد دبر على راسك وفيق من القلبة ديالكم. الجار ما الجار، الجار ما الجار. المغرب سبقكم في كل شيء، انتم اللي كتقلدوه، انتم اللي كتقلدوا المغرب. المغرب قوي عليكم، واعر عليكم بزاف، عليكم المغرب والمغاربة. سلام.